اللي بسكر عيونه بيقول الدنيا واسعة، بيمشي وما انه شايف قدامه أبدا، بس شو بيكون بالطريق الغلط. أنا كل اللي بدي أعرفه منك هلأ إنه لوين بدك تروحي. رجاءً لوها فهمني، أنا عن جد ما فيني خبرك، لأنه أنا نفسي ما بعرف حالي لوين بدي روح. يعني هلأ بدك تفهميني إنك ما بتعرفي لوين رايحة؟ أكيد لازم تعرفي لوين بدك تروحي. يلا قولي، لازم تقولي. لا ليش، أنا إمتى قلت إني ما بعرف لوين رايحة وليش أنا رايحة من هون؟ لا أنا بعرف، بس بصراحة مو حابة خبرك. لأنه مو ضروري إنك تعرف كل شي عني. لا يا بنتي، إذا مو حابة تحكي له للوها خلص لا تحكي له، بس يا بنتي أكيد فيك تحكي لي. لا لا أسفة كتير. انت هيك عم تكبري القصة وعم تتحديني كمان. انا ما رح اسمح لك تخطي خطوة وحدة برات هاي العتبة، وحتى لو شو ما صار يصير، اذا ما رح تقولي لي وين رايحة ما بسمح لك تمشي ابدا. ويا سيدي انا ما رح احكي. شو بدك يعني؟ بدك تموتني مثلا؟ ما رح احكي اي شيء. طيب لا تحكي، أنا بعرف ليش رايحة وبدها تترك البيت هيك. ولوين رايحة؟ طبعاً مشان تموتني وتحرقني أكتر من هيك. أنتي رايحة لعندهم ما؟ رايحة لعند لالي وشيخار لتباركيلون، لأنه هنن بدهم يتجوزوا. شو شيخار ولالي بدهم يتزوجوا؟ وين إن شاء الله؟ والله ما بعرف وين بالضبط، هو ما قال له وين بدهم يتجوزوا. شو قلتي؟ رح يتجوز؟ ومين بالله؟ هالبنت اللي لقيتها؟ ما هو أصلا متزوج وحدة قبل. فهموني، كيف يعني رح يتزوج؟ أنا ما بيهمني هذا الحكي كله. فيها تروح وين ما بدها هلأ، وفيها تعمل أي شي بدها إياه. أنا اللي بدي إياه وبيهمني عن جد يكون عندي وريث.
لكم، هذا شخار لكم. مو حرام عليكي هيك؟ وأنا شو رح يصير فيني؟ يعني إذا هو قرر إنه يتزوج لالي خلاص، وأنا شو رح كون بالنسبة إله؟ بوعدكن ما رح أقعد وأستنى وأتفرج على هالمسرحية، وحياة الله حياتي رح تتدمر. وهو شو؟ يعني عم يضحك علي أنا؟ أنا ما رح أقبل بهذا الزواج أبداً، وهلأ بدي رجع شيخار. ايه انتي اكيد رح ترجعي شيخار، بس صدقيني وبصراحة رح قلك انتي ما بتستاهلي شيخار ولا حتى شوي. وحبيبتي لازم تتذكري انه نحن اللي جوزناكي لشيخار، ونحن يلي جبناكي على هاد البيت كمان، وهلأ رح تكون الضريبة عليكي، ويلي هي إنه ابننا رح يتزوج مرة تانية، وإنتي رح تضلي هون، وحياتك رح تكون بلا معنى أكيد، لأنه نحن اشترينا لالي وجبناها لهون مو عالفاضي. عمك أبو زوجك هو اللي جابها وحطها هون، وإنتي هلأ خلص لازم هلأ تقبلي بالواقع وتقبلي بزواجه. حابة أقول لك شي، بدون هالزواج ابني ما رح يلمس لالي أبدا، وهيك ساعتها لالي ما رح تجيب وريث لإلنا، وهالشي خطير، لأنه طالما لالي ما جابت إلنا وريث العيلة المطلوب منا، إراقة الدم والمشاكل ما رح توقف بهالبيت التعيس. وكمان بعد هذا العرس بتمنى وعلى الأكيد إنه تكون حياة لالي وحياة شيخار بأمان واستقرار. أنا هلأ رايحة أحضر العرس، بس بدي تتذكري هذا الشيء، ما في ولا إنسان رح يخبر رامفيجي. لأنه لسه لهلأ رامفيجي ما بيعرف بهي القصة بنوب، ولا بيعرف وين بيكونوا لالي وشيخار.